طبعا هناك شعب الشعب على اساس ان عمر الشعب هي كتزايد في ليس بالمشاهده بحاجه احنا ما نحذفش او ما نلتقطش اي مشهد حتى وطني بيجلس في المجلس بيجلس بعض الفقراء وحبيب المجلس وحبيب المشهد هل هذا المشهد بيعمل سلبي؟ هل فيه رساله ايجابيه يمكن ان تكون موجوده في اطار ذلك وعرفا لتقرير لهذا التقرير الفني بيتخذ المجلس قراره مجلس الحاكم في قراره بالنسبه للمسلسل يعني اعتقد ان المسلسل ما كان يتمنى ان هو يعرض تماما وكان المجلس يتمنى لو تم حذف اللي هو مسلسل فوق السحاب يكاد يكون سلسله متصله من الدعوه الى التدخين والمخدرات. خدنا قرارنا الاول بوقف المسلسل نهائيا ثم عرض النظر فيه بضوء التكاليف التي حدثت